السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. قبل نبداو الموضوع تاعنا، ماذا بكم جماعة بارتاج الماكسيموم وما تنساوش تفعيل الجرس قاتش عليه باش نطيحوا هذه التبليغات تاع الحشرات اللي راهم على القناة شوبير ديزل. وفانيك ما تنساوش يعني ربي يحفظ، ما ننساوش فانيك ربي يحفظ الناس اللي راهم يعاونوا فينا. هذه هي اليوم الحصه تاعنا، وين غادي نتكلموا على اطفال طاطا صوفيا، اطفالها والناس اللي يكرهوا بالرحمه. وشت انا واحد دار فيديو قال لهم بالرحمه 9 سنوات مع شعر ماكي. ما تكذبش يا صاحبي، ما تكذبش، كي تسيب الناس ماتت وكلش خرجوا تكذبوا. هاو تكذبوا نتوما صوالح، نتوما على بالكم تكذبوا، باطل على بالكم، راكم تربحوا في الذنوب. يعني نتوما تكرهوا بالرحمه، ما عرفناش علاش ديك خطره بالرحمه يضحك في التربص. خرج مسيلمه كذاب قال له بالرحمه ماذا بك، اعطينا السبه اللي تضحك عليها. لا ما يضحكش، ما يضحكش ولاك على نتوما كنتوا غضبانين ما تضحكوش، عمرها لا صرات على بالك. كيما نهار المدرب دار ندوه صحفيه وعطى اللاعبين ديريكت في الندوه الصحفيه، قال لهم كيفك عمرها لا صارت في كرة القدم أول مرة. أنت حمار، حمار، أنت كنت متمي كانوا الناس المدربين خاطر علاه ما تتبعش، ما على بالكش أنت والو، لي بارتي ما تفرجهمش، أنك حمار، هذا مكان، أنت كي تكذب نورمال وصحيح، الماتش يتعاود، قارعوا له. قال لهم الفيفا دارت ناشيد كما صا يقرا ماشي ناشيد، وقال لهم كوب ديمون داي في الصحراء، والناس مأمنه وكل شويه مأمنه نورمال خويا. والله العظيم نهار الاول كانوا يرسلوا لي يقولوا لي هذا مصداقيه شوبين الشيطان ما تتعاود، هو لا وين هذا مصداقيه يا ودي. قلت لهم على بالنا يعني قصة نجاح وعودت من الرماد، هذا هو بالرحمة اللي جا 2015 والإصابات اللي غبنوه، يعني إصابات كبيرة. بالرحمة ابن الجزائر تعلم كرة القدم هنا في بطيوة، كان في اليميني بتاع بطيوة هنايا في بطيوة، في بطيوة كان هنا في هنايا بابا أونسيان جوندار شاب دو بريغاد، يعني في العشريه السوداء بالرحمه كان كل يوم يشوف قدامه الدرابو تاع الجزائر والخومبا الخضراء قدامه، تربى في الخومبا الخضراء بالرحمه، ما يهفوهش بالرحمه، ما يغلطه حتى واحد. وين قصه نجاح وعوده من الرماد بالرحمه، كان من اللاعبين الشباب المتوقع لهم مشوار كبير، وكان فريقه نيس الفرنسي يود ان يختار فرنسا بحكم كان شاب صاعد وموهوب. وبمجرد أن اختار بالرحمة الجزائر تم تأويله للفريق الثاني وصار لا يلعب مطلقا، بعدها تم إعارته للفريق التي تلعب يعني في الأقسام السفلى الرابعة من 4 مواسم وهو يعاني، وكاد يعتزل حتى أنه أبعد من المنتخب بسبب أنه صار لا يلعب. رغم هذا لم يستسلم، يعني بعد يعني لا مشي منها التبليسة بالرحمة التبليسة، لكن يعني باعتراف منه هو، وين قال لهم بمساعدة السيد الحاج محمد راوراوا، بمساعدة السيد الحاج محمد راوراوا، يعني وين هود الأسبيطار وهود عاود ولا. حتى جاء الأمل من جديد بعد التعاقد معه مع فريق برينتفورد ليلعب في القسم الثاني الإنجليزي، واسترجع قليل من فريقه وصار أفضل لاعب في البطولة بفضل استدعى للمنتخب بسبب ضغط الجماهير، لكن أصيب وهو ما أبعده عن المنتخب في 2019 مجددا. ووصل تألقه وانتقل للدور الإنجليزي من بوابة ويستهام وتألق معه وفاز بالكأس الدور المؤتمر الأوروبي رغم بعض العراقيل. رغم هذا وصل يعني المدرب السابق تهميشه حتى وصلت به لإهانته، رغم هذا
أثر يعني وصل والآن يعني متألق، يعني وصل والآن متألق مع ليون الفرنسي والمنتخب الجزائري. بالرحمة حارب فريق نيس، سوء الحظ زيد المدرب السابق، يعني المدرب السابق عاشق الديشي المحلي بن شيخ ورفقائه، قناه الهداف مدينه يعني وعاشق يعني يعني خاطش على قناه الهداف وهي مدينه وهران وعشق بلادي. الهيشر اللي متعارفين مع المدرب، وفي الاخير وين في الاخير مازال يقاوم صراحه. هذا اللاعب لازم يكون في المنتخب الوطني الجزائري. انا نقول لك خويا ناس هذا هو بروحه خريج مدرسة جزائرية تعلم أبجديات كرة القدم منها من الجزائر. يعني هو ما هو ما هو وين حوسو يعني يوسخوه بكل طرق صورتو التالية. هذاك مسيلمة كذا تا وليدي يوري في اليد تاع المدرب ويتمنى بغا يطرح زعماك هكا. مدرب كان يوجد في بلايلي وصاييكا، مدرب كان يوجد في بلايلي ولدي خويا، هذا ما كان، كان باغي بلايلي وصاييكا، هذا ما كان في قضية حاجة وحدة أخرى. هذا ما كان ولدي خويا، انتم ما بغيتوا بالسيف الله غالب جايه كيما ولا يا ودي. هذيك وحدهم هذيك وحدهم هذيك راه نقول لك اروح شوف يا خويا شفتك البارح هدرت اوه على بالي بيها لا تاع بن عمري لا لا شو خويا روح شو نقول لك الناس كم قتال هنا ردوا على خونا عمي رؤوف. يا روح نقول لك عمي رؤوف اول مره وين يعلم بيب غوارديولا وبقيه المدربين انهم عندما يدربون لاعبين ولمده طويله سواء في الانديه او في المنتخبات الوطنيه يمكنهم اللعب بدون خطه، ومن الممكن جدا ان نرى مستقبل أندية كبيرة ومنتخبات تلعب بلا خطة ولا تكتيك. إنها عبقرية التي تركها مدرب كبير والتي طبقها على المنتخب الوطني، لتجد بعض اللاعبين مقتنعين بأن اللعب بدون خطة اكتشاف رائع يحقق نتائج ويجلب لهم يعني الانتصار المتعة وإسعاد الهيشر كذلك. هذه يا خويا يعني حاجة كبيرة. راك نتايا هذا السؤال كانوا في التسعينات، أنا قلت لك التسعينات في الستينات السبعينات الثمانينات، من بعد كما صارت تدخل الدعوة كانوا ولعاب يهدر فيها زعما افتخار، هو بان له افتخار. هو بان له افتخار هذا مكان. يعني مدرب ضرب هذا اللعاب ما طلق تا واحد هدر على جاي صفي حساباته، ما قالك جا بيشية المدرب السابق بصح هرده جبت له رقاد، هدر على ابراهيم شاوش، هدر من ابراهيم شاوش قالك قالك اللعاب هذاك عام كامل يلعب في اللاكس تاع المولودية، انت ما عقش تلعب فينا وعلى بالوش كاين، قعدت خرج تعاير فيه تقولوا مراجل ميت، هو كان يوصلك للدار. غادي يقولوا لكم امزيات ما قالك ذكاء اصطناعي هذا ماشي هو، لا ماشي هو وحده، هو وحده يعني خرج هدر وحده
وعاود خرج واحد بيكذب، والله يسر الله غالب ساكن يعني عمهم هشام خرج بن عمري يقصف، وهي راه عندي تسريب جديد يقول لهم بن عمري